تمام كده؟ صح معايا. دخلت هنا وراحت قايلين انا هقف لحد كده، راحت نقل المعلوميه للمحطه الثانيه هنا كده، في نقط هنا في النص ما بين الوصله ما بين المحطه الاوليه والمحطه الثانيه. بعد كده طلعت المحطه الثالثه اللي هي عند مين؟ عند الصلاص، كويس. بعد كده من الصلاص طلعت للكورتكس اللي هو البرين. دور المحطات النهائيه بتاعت مين؟ بتاعت البين. يبقى عندي كام محطه؟ ثلاثه. من تحت السكن لحد السبان كورد بسيرفرسل نبتدي ايه؟ اول محطه. تاني محطه من ده هنا لحد الصلاص نبتدي يعرفهالي انت جاي منين؟ وايه سببك؟ وشديتك قد ايه؟ ده السكرتير بتاع البرين بعد اذنك تطلعي فوق على المكان بتاعك. فالبرين يبتدي يرد، يبقى رد فعل معلومه جايه قايله جاهزه. هيبتدي يقول لي اه هعمل كونتراكشن او لا، هعمل باوز ريتيشن او باوز كونستريكشن. تمام؟ فدي الخطه بتاعت مين او ده الطريق بتاعي. كويس؟ خلال بقى اللي هو ده البين باسوي. الكنترول بتاعه بقى اللي هو البين جيت كنترول سيري، لا ده انا هشتغل هنا وهشتغل هنا وهشتغل هنا. المحطات دي كلها، عشان كده قلت لك خلي بالك من حاجه اسمها محطات او فيرست اوردر سكند اوردر ثيرد اوردر. تمام كده؟ طب انا دلوقتي عندي سؤال، انا وقفت لحد هنا، طب في فاصل كده في النص، في النص اسمه سينابس، اللي هو الاتصال ما بين نهايه عصب وبدايه عصب. ده السينابس اكيد خدتوها. ده مين اللي بيساعدني على نقل المعلومات؟ طب ما في هنا مسافه مش كونكتد، في هنا مسافه السينابس ما بين نهايه وبدايه، اللي هي هنا دي نهايه وبدايه، في نقط كده اللي انا عاملها دي بتاعتي. النقط دي خلي بالك تكون حافظها زي اسمك، دي سبستنس. هي ديت السبستنس، المواد ديت هي اللي بتشيل معلومات بسرعه زي العربيات كده وتنقلها اليمه الثانيه، عربيه وتنقلها اليمه الثانيه وهكذا. ترانسبورتر تاخد المعلومات بهيئتها بكميتها كله وتنقل، هي عليها بس ان هي تنقل. تمام كده؟ خلي بالكم من الكلام ده عشان لما اجي افتح حوار بين جيت كنترول هتكون المعلومه وصلت لك تماما. تمام؟ فالبي سبستنس هي المسؤوله على التوصيل ما بين سينابس والتاني، المحطه الاولانيه والمحطه الثانيه، المحطه الثانيه والمحطه الثالثه. فيبقى الشغل على مين لما اجي اسكن الالم؟ على الماده بنت اللذينه دي. وقفتها عند حدها الالم وقف. زودتها الالم زاد. ما عرفتش تعمل معاه حاجه، الالم زي ما هو. تمام؟ فعشان كده الراجل اللي هو اسمه ميل زيك اللي عمل التنس فكر بالشكل ده. اول حاجه قالها وفكر فيها قال لي طب هو مين المسؤول عن بين؟ الدلتوكسين فايبر. طب لازم انا اخش كده وافتح واشوف خصائص كل واحده، مين اكبر؟ مين اقل في الحجم؟ مين ليها مايلين جيس؟ مين مالهاش مايلين جيس؟ مين الباسوي بتاعها طوالي؟ مين اللي بتعمل ريليشن؟ زي السي فايبر. فهم الكلام ده كله في الاخر المفتاح بتاع الموضوع قال لي يبقى الحل كله في مين؟ في البي سبستنس. هي المسؤولة صح؟ طب لو قطعت الامتداد أو الإمداد ما بين الفيرست والسكند والسكند والثيرد يبقى في ألم؟ مفيش ألم. ابتدى يشتغل على النقطة دي. تمام؟ ابتدى يشتغل على مين؟ على النقطة ديت. فده الباسوي الطبيعي بتاع مين؟ بتاع البين. طيب وهي طالعة بقى خلي بالك إيه دلتا وسي فايبر؟ وهي طالعة هنا تروح مديني برانش على حته هنا صغيره اسمها فرين بريني ستيم. تمام؟ بتديني برانش هنا صغير على هايبو سلاس. كويس؟ يعني ده له دور، ده له دور، اه دور مهم كمان. كويس؟ طيب ده النورمال باس واي. بس وهو بيكتشف موضوع التنس ده فاكتشف حاجه صغيره قوي. لما حد يتجرح في المكان ده واوتوماتيك يحط ايده على مكان الجرح، لا الاحساس المريض او احساس الشخص بيقل، احساسه بالالم بيقل، فابتدى يفكر تاني ايه اللي حصل؟ ما هو الالم كده كده معلوماته بتطلع، صح؟ معلومات كده كده طالعه. طب ايه اللي خلى وضع ايديا او البريشر يخلي الالم يقل؟ ابتدى يعيد تفكيره تاني، يبقى في حاجه تانيه مع الاي دلتا والسي فايبر ليها دخل بالبين كنترول. تمام؟ فابتدى يرجع تاني ويفكر يقول هو مين المسؤول عن الضغط؟ مين المسؤول عن الضغط؟ اي احساس في السكن له نيرفس اعصاب، صح؟ مين الاعصاب المسؤوله عن الضغط؟ قال لي في حاجه اسمها ايه؟ بيتا مسؤوله عن التاتش والبريشر. تمام؟ موجوده برضو في نفس المكان في كل حته في السكن. تمام؟ انا ضغطت وانا مغمض على اي حته في السكن وقلت لك قول لي انا حاطط هي فين؟ فتقول لي في الحته الفلانيه. معنى كده ان هي السنسيشن عندك كويس جدا. تمام؟
والله يا استاذ انا اصلا انا